جات لنا استغاثة من بائعي الخضر والفاكهة في محافظة البحيرة، بيقولوا إن هم أخذوا قرض من واحدة محامية وتم تسديد هذا القرض، لكن بعد ما سددوه أضعاف مضاعفة اتفاجئوا إن هي رافعة قضية ضدهم علشان في إيصالات أمانة المفروض إن هم برضو يسددوها. وبالفعل في ناس منهم اتحبست، ده على حد قولهم. تعالوا نشوف فيديو استغاثة ونرجع لحضراتكم. أنا صابرين جمال من مركز تاه البارود. إحنا كنا واخدين من المحامية دي قرض حسن وسددناها، وهي ما شاء الله تدينا الوصولات الأمانة بتاعتنا. وبعدين أنا جاز مريض قلب وبمعيش، والبيت اللي إحنا قاعدين فيه وجع علاني، واحنا ما معناش، وانا معايا حته عيل وحيد طفشان وسايبين البلد وماشي. انا قلت لها ادينا الوصولات الامانه بتاعتنا، قالت لي لا ده انتوا لسه عليكم فلوس، احنا هنجيبوا لها منين؟ وانا راجل مريض قلب وعندي عيل واحد كل يوم هربان في الاراضي ومش لاقيه ينام في بيته، وهي نازله فينا شكاوى ومش عارفين ننام في بيوتنا من كتر الاحكام اللي علينا، وبنستغيث برئيس الجمهوريه ووزير العدل وكل المسؤولين عننا. انا المواطن ضيف محمد عبد الرحيم ابو سن مركز تاي بارود، من استرجاء بكل المسؤولين سياده الرئيس والنائب العام يغسوني من محاميه كنت واخد منه مبلغ لجواز عيالي وعمليه القلب ماشي، وسددتهم على سنوات، وانا راجل بياع خضار، وجيت نطلب بعد ما خلصتهم نطلب منهم اوراقي لقيتهم اشتكوني، قالوا لي احنا لسه احنا اللي خدناه الفوائد عايزين المبالغ هي اياه، ودي محاميه والتانيه اللي معاها شركتها شغاله في الحميات، وبنسترجع النائب العام ورئيس الجمهوريه يخلصني من العالم دي. ابني الوحيد عليه 20 حكم، ومراتي عليها 20 حكم، وبنتي عليها 20 حكم، وانا عليها 20 حكم، وهربانين مش عارفين نخشوا بيوتنا، واحنا ليش ارزوقيه كل يوم بنفرشوا بشويه خضار عشان يطلع لنا لقمه عيش. انا كنت واخده قرض حسني من واحده محاميه، خدتهم مني 150,000 جنيه، كنت واخده 40,000 خدتهم مني 150,000، وشكاني انا وجوزي وبنتي، بنتي كان مكتوب كتابي، وخطيبه سابها دلوقتي الفرح بتاعها، قامت على الكرسي لما عارف ان هي مشكيه. انا اسمي نجاح حاجه عبد العزيز بكر من تاي البارود، مع في واحده محاميه خدنا منها مبلغ 35,000، وقعدنا نسده معاها كل يوم 175 جنيه في اليوم، جينا ما رضتش تدينا الشيكات بتاعتنا، جت تعملوا لي توكيلات عام انت وابنك، وشكياني انا وعيال الصبيان الاثنين وبنتي، طلعت من ثالثه سنه وعام عشان راحت خدتها في الامتحانات وهي ماشيه في الشارع، وسبت الدنيا بحالها وسبت فرش واكل عيش وجزي تعبان، وانا عامله عمليه في عيني عند عينيها تعباني، ومش راضيه تخلصنا ولا راضيه تدينا ورقنا، واحنا بنستغاث بالمسؤولين وبالناس اللي تعرف ربنا ووزير العدل ان هو يخلصنا من الست دي. شفنا مع حضراتكم هذه الاستغاثة من بائعي الخضار والفاكهة في محافظة البحيرة منطقة إيتاي البارود. أنا الحقيقة يعني بناشد سيادة النائب العام المحترم المستشار حمادة بيصاوي إن هو يحقق في هذه الشكوى، لو هم ليهم حق ياخدوه، لو هم ما لهمش حق يبقى يتحاسبوا على الكذب والافتراء. فإحنا بس حبينا إن إحنا نعرض هذه الشكوى لأنه ناس كتيرة واضح إن هم أخذوا فلوس من هذه المحامية، وبعد كده بعد ما أخذت الفلوس واضح إن هي بتطالبهم بإيصالات أمانة أخرى هم كانوا كاتبينها أو كده عشان تاخد فلوس تاني. يعني مفيش حد برضو بيسلف ناس كده يعني بدون ايصالات، والمفروض ان هم ما دام دفعوا ياخدوا الايصالات اللي هم دفعوا بيها، لكن واضح ان في حاجه غريبه في الموضوع. اللي خلاني اعرض هذه الشكوى انه الناس كتير وبقاعي خضار وفاكهه، واضح ان هي مسلفه ناس كتيره فلوس. طيب يعني بقى لهم فتره الحقيقه بيحاصرونا، وكل مره يطلبوا ان احنا نعرض هذه المشكله في 90 دقيقه، فيا ريت نلقي نظره على هذه المشكله، وزي ما قلنا لو ليهم حق ياخدوه، لو ما لهمش حق خلاص.